كميات كبيرة من الكتب التي تحض على التبشير والتنصير في أيدي مجاهدو الدولة الإسلامية. ماذا تفتكر عن المسيح؟ كتاب العهد الجديد حسبي الله ونعم الوكيل. يستغلون حاجة المواطن السوري لنشر الفكر المسيحي. الكتاب المقدس كتاب المقدس. مشتقات لحم خنزير. توزع معها مشتقات لحم خنزير ليضحكوا بها على الأطفال. إنجيل يوحنا. إنجيل يوحنا. كميات كبيرة جدا من كتب التبشير والتنصير تأتي بها من المنظمات الغربية لتستغل حاجة المواطن السوري جرابلس 3/9/2013.